وهنا البنات هذا الشكل، نشارك معكم هذا الشكل اللي قلت لكم ديال الشوكولات اللي كنديروا وسط منه اللوز. هنا ذوبت الشوكولات راه دايره اللوز، كناخذ اللوز كونكاسي على هذا الشكل، كنحاول ندير غير اللوز اللي غليظ، كنلوحو في الشوكولات وكنخلطو مع الشوكولات وكنفند فيه الصابلي ديالي على هذا الشكل. هذا البنات هو الصابلي اللي فايت ملي وخدمته وشاركته معكم، اللي شاركت معكم العجينه ديالو، فايت مني حطها في القناه. هنا البنات عجينه الشوكولات ها هي بالنكهه ديال الحامض وباللوين الصغير. هنايا كنقاد واحد الوريضه، هي سهام اللي كتقاد فيها سهام بنت اختي المراكشيه. يا لالا يا لالا قالت لك راه ولات معروفه عندكم، وريهم سهام الوريضه انتما. طلع يدك شويه حدا الكاميرا زيد هاك، صافي صافي تقبل الكاميرا صافي. شتيهم كنخدمها في هادو، ها هي كنخدمها في هادي هادي شتوها. ما كنديروش هاد الجنيبات ديالها، هاد الجنيب وهذا ما كنديروش، كنديرو هنايا صافي. كنبقاو هكذا خدامين حتى كنكملو الوريضات. انا غنشاركهم معكم، قربهم ليكم مزيان. هانتوما شفتوهم كيجي واحد اللوين، يا سلام فيهم. صافي شحال بقي خاصك من وحده؟ كملتي الوريضات صافي. سهام كملات الوريضات، تسني هاديك حتى الاخر عاد غنوريها ليهم. تحيدي البوطه لي. كناخد الصابلي ديالي على هاد الشكل، كنلوحوه على هنا في الشكلاط، كنحاولو نقبطوه هنا ونقلبوه باش ما يعمرش لينا لتحت باللوز. صافي كنهزو هكا، كنبقاو كنسوسو حتى كيهبط الشكلاط وكيبقى يبان لينا داك اللوز في الصابلي مشنف على هاد الشكل. صافي ملي كنحط الصابلي وهو باقي ما مجمدش عليه الشكلاط، كنلصق عليه هذيك الوريضه، كتعطي واحد المنظر زوينه البنات. نتمنى تجربوها ان شاء الله. وغنشارك معكم الشكيل الثالث، الثاني والثالث غنشاركهم معكم. هنايا هانتوما. المهم الفيديو دهات غندير معكم الشكيلات اللي غادي نخدم كلهم، غادي نشاركهم معكم غير تزيين. هذا الفيديو غير ديال تزيين الصابلي، اما العجينه راه فايت لي وحطها معكم في جوج ديال الفيديوهات، وقيله ولا ثلاثه كاع حطها معكم الطريقه ديال العجينه ديال الصابلي. وهنا البنات الشكل الثاني هذا خدمته البارح بالليل، انتما كما كتشوفوا دهنتو بالجليكوز والناباج والنكهه ديال القهوه، ولصقت عليه اللوز كونكاسي، وهنا الصابلي الخاوي اللي غادي نخدمو اللي غادي نلصقو عليه بحال هذا الشكل. هنا البنات التعليقه اللي كندير معكم ديما، راني فايت وحاطه لكم الفيديو ديالها، راه يلا حطيتو. هادي التعليقه، هادي بالنكهه ديال الكراميل ديال القهوه ولكن كتعطينا كراميل. المهم التعليقه راه كاينه في الفيديو اللي قبل من هذا، راه غادي تشوفوه، دخلوا القناه وغتلاقاوه. هنا البنات كناخذ الصابلي بحال هكا، كنحط واحد الكميه في الوسط اللي كنديرها كثيره شويه، وكنحاول نسرح منها واحد شويه على الجناب بحال هذا الشكل. كناخذ الصابلي ديالي وكنحطو بحال هذا الشكل باش يجمد ويلصق. انتما التعليقه ما كتخرجش ولكن كيجي واحد المنظر زوين، وفي العضه كتجي يا سلام. المهم حتى نكمل ونقسم لكم وحيده وتشوفوها. صافي كنبقى هكا حتى كنكمل الصابلي ديالي كامل. دابا انا غندير تعليقه وسهام غادي تلصق.
مشهوره مطلعه ولا بز. قالت لك سهام انا وليت مشهوره معاك. ما طلعت لك البز، قلت لها ما مطلعه والو البز. القنوات ديالنا حنا ناعسين، البز كطلعوا شي شوها شي كاريطه شي حاجه. اه ياك سهام ايوه من حنا انا دا حسي باش بينا نديروا البز. اش بيتا؟ سيارة القناه الرضا ونمشي ليا ما تسيري. شكون بيسيري عليها؟ شكون حير فيا انا بعدا فيق لي فيق ليا من النعاس؟ ربي لا مزيد. وهنا البنات حنا انتهينا من هذا الشكيل هذا. ها هو هنا تبارك الله ما شاء الله خرج ليا 120 حبة اللي كتخرج ليا العجنة. وبقاو معايا حتى الاخر، غادي نذكر لكم الاثمنه ديالهم باش كنخدمهم العجنه وباش كنبيعهم حتى الميزان. وهنا البنات سهام راه كتستفها، ديري غير وحده على وحده انتما، انا نقسمها معكم. شوفوها كيفاش كتجي، شوفوا التعليكه شفتوها. وهنا راه مازال التعليكه ما برداتش مزيان، شفتوها كتجي غزاله كتجي معلكه هانتوما. بسم الله يا سهام ذقتها كي جاتك سهام؟ زوينه يا خسي، واعره بالله تيده. البنات جربوها وزوينه واقتصاديه، ماشي زعما واخا هي كتاخذ شويه ديال اللوز ولكن كتجي يا سلام والله كتجي رائعه. هذا الشكل هذا كيجي غزال. وهنا البنات الشكل الثالث اللي غنشارك معكم، هذا اللوز كومكاسي. وهنايا تعليكه، ماشي تعليكه، هنايا ما درتش فيها الشوكولاته، هذه غير الناباج والجليكوز والنكهه ديال الحامض اللي غادي نلصق بها هذا اللوز هذا. نبداو على بركة الله. ما عرفتش البنات فين مشى ليا البانسو، ترس ليا من القبيطه ديالو وما عرفتش فين حطيته، واش رماتو الوالده ولا ما نعرف. المهم دابا كنصايب غير بهادي، كنديباني بها انتوما، كندير الناباج والجليكوز والنكهه ديال الحامض ونحط لالا سهام، ولالا سهام تكمل. يلا كملي يا سهام وكملي. ومن بعد غادي ندير معكم الكماله ديال التزيين ديالو. كيجي يا البنات غزال هذا الصابلي تا هو، كيعطي منظر زوين وهماوي وكيطيح تا هو، يعني ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. واخا دابا السلعه كلشي غلا، حتى حاجه ما بقات كطيح رخيصه مع هاد السلعه هادي. الله يهديهم علينا والله ييسر الامور للجميع يا ربي. كلشي غلا غير الله يلطف. نعم سيام، سيام راه كتحش كتهضر بشويه. داك النهار ما عرفتش انت ولا فاطمه اللي قالوا لي قلت ترفع صوتها ما كنسمع والو. فاطمه ياك هي فاش قالوا لي قلها طلع صوتها. صافي كنبقى هكا حتى نكمل البنات ونرجع معكم في التزيين الثاني ديال هذا الصابلي. وهنا البنات كنحتاجوا للتزيين ديال هذا الصابلي اللي درنا فيه النص ديال لوز كونكاسي والنص خلينا خاوي. كنحتاج للشوكولات ابيض اللي ذوبته في بان ماري، كنحتاج لهاد العقيق باش غادي نزينو، وكنحتاج للورد. الورد غادي نقطع وريضات صغيورين وغادي نمسحهم ونحطهم في هاد الزليفه هادي حتى نوجد الكميه اللي بغيت، وعاد داك الساعات نبدا نخدم. كناخذ الوريضات بحال هاد الشكل، كنحاول نمسحهم مزيان ونقسمهم على هاد القدر هذا باش كنزين بهم الصابلي ديالي.
وهنا البنات هذا هو الشكيل الثالث اللي قلت لكم. كناخذ الصابلي الجهه اللي ما فيها لا لا لوز لا والو، كنغطسها في الشوكولاط على هذا الشكل، كنحاول نسوسها مزيان من الشوكولاط، كنحطها كندردرو عليها شويه ديال العقيق، وكنحطو فيها وريض دوك الوريضات اللي نقينا ومسحنا. على هاد الشكل سيام عندك الضفار الزياده ديك الوريضه فين طاحت ليا تما جبديها جبديها صافي. وكنبقاو هكا البنات حتى كنكملو الصابلي ديالنا. وهنا حبايبي ها الصابلي ديالي كملتو، نتمنى الاعجاب ديالكم. هنا كما كتشوفوا هذه اللي لصقت وحده بوحده بالنكهه ديال الكراميل. هنايا اللي درت فوق منها ورده نص لوز كونكاسي ونص بالشوكولاط، وهذه اللي درت بالشوكولاط كحل ودرت فوق منها وريضه بالنكهه ديال الحامض، عجينه الشوكولاط بالنكهه الحامض. هنا البنات بالنسبه للاثمنه ديال هذا الصابلي، حنا بالنسبه لينا هنا في الصويره العجنه كنخدموها ب 150 درهم، والعبار ديال الميزان 75 درهم، 75 درهم العبار الميزان. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون فدتكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وشي كومونتير زوين بحالكم كيف ما معوضيني. وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتخليو ليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.